بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. إذا قلت هذه العبارة يقول لك الإمام الصادق عليه السلام: لقد عفى الله عن ذنوبك، حتى لو كانت ذنوبك أكبر من السماوات والأرض، وكثر الله حسناتك 1000 مرة، 1000 ضعف. ما هي هذه العبارة؟ رجاء استمعي. كان عمار الكوفي من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام الكبار، وكان يقطن في الكوفة، أي أنه يعيش في مدينة الكوفة. ذهب ذات يوم إلى القاضي ليشهد قضية شرعية. عندما أدلى بشهادته عند القاضي، قال له القاضي: إن شهادتك ليست مقبولة لأنك شيعي من شيعة الإمام علي عليه السلام. وعندما سمع عمار الكوفي هذه العبارة بكى كسحاب الربيع. القاضي الذي كان يعرف عمار الكوفي ويعلم بأنه عالم وزاهد تأثر وقال: إن انزعجت من كلامي تستطيع أن تعلن بأنك لست شيعيا، عندها سأقبل بإفادتك. فقال عمار الكوفي: إن بكائي لأجلي ولأجلك. فقال القاضي: كيف؟ قال له عمار الكوفي: أبكي لأجلي، لأنك نسبت لي مقاما عظيما لا أرى نفسي أستحق هذه المنزلة. إنك تدعوني بأني شيعي من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه منزلة كبيرة لا أستطيع أن تدعوني بها، وأنا بعيد كثيرا عن أخلاق شيعة الإمام علي عليه السلام، أمثال سلمان والمقداد وغير ذلك. وأبكي لأجلك لأنك تستهزئ بهذه الألقاب الكبيرة والعظيمة وتعتبرها شيئا معيبا ناقصا، لدرجة بأنك لا تقبل شهادة من يدعي بأنه من شيعة الإمام علي عليه السلام. عندما عرف الإمام الصادق عليه السلام بكلام عمار الكوفي قال: لقد عفى الله عن ذنوبه حتى لو كانت أكبر من السماوات والأرض، لأجل تواضعه وكلامه كثر الله حسناته 1000 مرة. أنت أيضا عندما تقول هذه العبارة، يأتي فلان ويقول لك: أنت شيعي، أنت من موالي علي بن أبي طالب. فعندما تقول: أين أنا من الشيعة؟ أين أنا من هذه العبارة؟ أنا لست بالشيعي الذي أنت تريده وتقصده، إنما الشيعي هو سلمان المحمدي، الشيعي هو المقداد، الشيعي هو مالك الأشتر، الشيعي هم أصحاب الأئمة المقربين، أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. عندما تقول هذه العبارة بكل تواضع وتشعر بالحياء لأنك تنسب يعني إلى هذه المقامات الجليلة، مع المقداد، مع أبي ذار، مع سلمان، إلى غير ذلك، وتقول: أين أنا وأين هم؟ الشيعة هم هؤلاء، أنا بعيد عن كلمة أنا الشيعي. الشيعي كلمة لفظة جدا كبيرة. ماذا يقول لك الإمام الصادق عليه السلام فورا؟ لقد عفى الله عن ذنوبك حتى لو كانت أكبر من السماوات والأرض، لأجل تواضعك وكلامك وكثر الله حسناتك 1000 مرة. بمجرد أن تشعر بأنك لا، مقام الشيعي أين وأنا أين، هذا هو جزاؤك وهذا هو جزاؤك. برنامج صباحات الأية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.